لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. نور الدين الطبوبي يؤدي زيارة للمغرب. أدى الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي صباح اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023 زيارة إلى المقر المركزي للمكتب التنفيذي للاتحاد المغربي للشغل، حيث استقبل الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل وأيضا سلم رفاقه في المكتب التنفيذي وقيادات الاتحاد المغربي وفق ما نشرته الصفحة الرسمية للاتحاد التونسي للشغل. وحيا الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل المبادرة التي قام بها نور الدين الطبوبي باتخاذ قرار زيارة تضامنية ومساندة المغرب شقيقة، مذكرا بالروابط التاريخية بين المنظمتين والشعبين والبلدين. وساهمت المنظمتان في مقاومة الاستعمار وقدمت تضحيات من أجل تحقيق الاستقلال في البلدين. وأيضا بعض تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد عن الإفلاس الذي يحدث في تونس. عقدت الجامعة العامة للنقل اليوم الأحد مؤتمرها 18 تحت إشراف الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي. وقال نور الدين الطبوبي أن أطرافا لم يسمها قرى التصريح حول قيام الاتحاد بمراجعة نقدية وتقييم مواقفه على أنه ضعف رغم دعوته للتبصر والتعقل وفق تعبيره. وشهد الطبوبي في تصريحات أن الاتحاد ليس ضعيفا بل هو قوة اقتراح وقوة خير، لسنا فيه وازع الدعوة للتصادم بل ندعو للبناء والتضامن وطلبنا من كل أطراف، فلا أحد معصوم من الخطأ. وأيضا قال نور الدين الطبوبي أن الشعب التونسي والمغربي هما أشقاء فقط وبينهما علاقات قوية جدا مثل الاقتصاد والتجارة، حيث خسرت المغرب اقتصاديا كثيرا بسبب الزلزال الذي حدث في المغرب بقوة 6.8 درجة وتوفي في الزلزال أكثر من 800 شخصا في المغرب رحمهم الله وأسكنه فسيح جناته. واللهم اشفي كل من تضرر بالزلزال وارحم كل من توفي. اللهم امين.